المفروض احنا كنا بدأنا فيها حاجة بسيطة، بس هنبدأها عادي من الأول. الكيرفلينيال موشن يا باشمهندسين اللي هي حركة في كيرف غير الحركة في خط مستقيم اللي احنا بناخدها اللي خدناها المرة اللي فاتت واللي قبلي. طبعا ليها كذا كوردينيتس، الريكتانجلر كوردينيتس اللي احنا هناخدها النهاردة اللي هي الاكس والواي. تمام، هتلاقي نفسك الأسبوع اللي جاي مثلا والمحاضرة اللي جاية هتاخد حاجة اسمها بعد كده التانجنشال والنورمال، اسمها انترنسيك كوردينيتس او احداثيات ذاتيه، يبقى فيها حاجه اسمها تانجنشال ونورمال، والار والسيتا اخر حاجه اللي هي البولر كوردينيتس. دول ثلاثه سيستم هنشتغل بيها، تانجنشال ونورمال وار وسيتا واكس واي. طبعا النهارده هنشتغل على الاكس والواي. في جميع الاحوال الحركه هي هي، يعني سواء وده هنقوله بعد كده ان انت سواء هتتحرك بس انت بتعبر بوسيله الحركه، يعني تعبر عنها بالاكس والواي بريكتانجلر كوريتس او بتعبر عنها بالتنجشن، بتغير وسيله التعبير عن الحركه، لكن كحركه هي هي حركه في كده. تمام، سريعا نشوف الاكسبريشنز او الحاجات اللي انت تبقى لازم تبقى عارفها. البوزيشن، قلنا البوزيشن ده عباره عن اللوكيشن بتاع البارتكل طبعا وذ ريسبكت تو فيكسد بوينت اللي هي الاوريجين. فانا كاني بجيب البوزيشن بتاعي بالنسبه للايه للاوريجين، كاني بجيب احداثيات نقطه، كانك بتجيب احداثيات نقطه. فبيبقى عباره عن اكس في الاي زائد واي في الجي زائد زد في الكي. طبعا زي ما احنا قلنا في البوزيشن في الريكتلينير ان احنا كنا بنقول ان هو اسمه اس اوف تي، افتكر كنا بنقول ان هو اس اوف تي بيبقى فانكشن في التايم، لان انا بعت يعني عايز اعبر عن البوزيشن بتاعي بالنسبه للزمن، فلازم يبقى فانكشن في التايم عشان اعرف اللوكيشن بتاعي فين طول عند اي لحظه معينه. وبالتالي هنا نفس النظام بس هيبقى ثلاث فانكشنز، واحده اكس اكس اوف تي والواي واي اوف تي والزد زد اوف تي. احيانا كتيره ما تلاقيش الزد، يعني قلنا احيانا كتيره ممكن ما تلاقيش الزد وتلاقي نفسك بتتحرك في كيرف في 2 دي، وفي مساله ولا حاجه هنشوفها يبقى فيها الزد عادي ما فيهاش مشكله. ففي النهايه هي ترم زياده معاك. البوزيشن زيه زي اي فيكتور، يعني انا في النهايه عندي فيكتور، لو قلت لك هات لي الفيكتور ده هات لي الماجنيتيود بتاعه، ساعتها هتعمل ايه؟ هتحسب الماجنيتيود هيبقى عباره عن سكوير الكومبوننت الاولانيه زائد الثانيه سكوير زائد الثالثه سكوير تحت الجذر زي اي فيكتور. ده الماجنيتيود بتاع زي اي فيكتور. برضه لو 2 دي هيبقى جذر اكس سكوير زائد واي سكوير مثلا. ممكن يقول لك احسب لي الدايركشن، يعني في بعض المسائل قبل كده كان قال لك هات لي الدايركشن، بس زي ما انت عارف لو انا شغال في 3 دي هيبقى الدايركشن بالكوزاين دايركشن انجلز الفا وبيتا وجاما. تمام، طب لو شغال بال 2 دي هيبقى بالتان سيتا، يعني لو شغال 2 دي هيبقى الدايركشن تان سيتا واي على اكس، طبعا شيفت تان واي على اكس. هنا 3 دي هيبقى كوزاين الفا عباره عن اكس على الار كلها، وكوزاين بيتا واي على الار كلها، يبقى كوزاين الفا اكس على الار كلها وكوزاين بيتا واي على الار كلها وهكذا. ده لو سالك على الدايركشن، فكانك بتتعامل معاه كانه فيكتور سواء 2 دي او 3 دي. طبعا خدنا الكلام ده كويس قوي في الاستاتكس، شفنا ازاي بنحسب الدايركشن لو انا كنت شغال في 2 دي او 3 دي. تمام، طب ده بالنسبه للبوزيشن. طب الديسبيسمنت هقول لك نفس الديفينيشن اللي فات، الديسبيسمنت هيبقى اسمه دلتا ار ويبقى ار فاينل ماينس ار انيشال، يعني ار فاينل ماينس ار انيشال. طيب التوتال ديستانس اللي هي طول المسافه اللي انا مشيتها على الكيرف اس توتال عادي جدا. تمام، بس الفرق بس الاس توتال هنا مش هتحط الفي بزيرو عشان تحسبها، يعني مش هتحط الفي بزيرو عشان تحسبها لان دي هتبقى كذا فانكشن يعني. تمام، وبالتالي ده بالنسبه للديسبيسمنت والاس توتال. الفيلوسيتي زي ما قلنا هو الدريفيتيف بتاع البوزيشن بالنسبه تو تايم، وطبعا خلي بالك بقى طول ما انا بتحرك على كيرف هلاقي اتجاه الفيلوستي تانجنت للكيرف، يعني انا متحرك هنا هيبقى تانجنت، متحرك هنا هيبقى تانجنت، تاخد التانجنت بتاع المسار
وتقدر تجيب الايه الاتجاه الفي. يبقى اتجاه الفي هو عبارة عن التانجنت للمسار. ومن هنا جاء فكرة التانجنشال والنورمال زي ما هنقول لك او هيتقالك اكيد في المحاضرة المرة اللي جاية. يعني فكرة التانجنشال والنورمال جت من حتة التانجنت للمسار. فالفي بتاعتنا هتبقى عبارة عن الديريفاتيف بتاع الار بالنسبة للتايم، فيبقى في اكس اي زائد في واي جي زائد في زد كي. الفي اكس هي الاكس دوت، والفي واي هي الواي دوت، والفي زد هي الزد دوت. تمام. وبالتالي يبقى اقدر اجيب ان الفي هي سكوير روت في اكس سكوير بلس في واي سكوير بلس في زد سكوير. ده لو انا عايز اجيبها ماجنتيود. طيب لو عايز اجيبها دايركشن قلنا نتعامل معاها كانها فيكتور، هيبقى كوزين الفا اكس دوت على الفي، كوزين بيتا واي دوت على الفي، كوزين جاما زد دوت على الفي. لو هنشتغل 2 دايمنشن هتبقى في واي على في اكس، شفت تاني في واي على في اكس. طب الفي افريج، هل ممكن يسالني على الفي افريج، الافريج فيلوسيتي او السبيد افريج؟ هقول لك عادي ممكن يسالك عليهم. الفي افريج هتبقى عباره عن الديسبيسمنت على التايم، دلتا ار اللي هو فاينل بوزيشن ماينس انيشال بوزيشن على التايم. والفي سبيد افريج هيبقى عباره عن ايه؟ الاس توتال على التايم. يبقى الفي سبيد افريج هو عباره عن الاس توتال على التايم. نفس الديفينيشنز بتاعتهم بتوع المره اللي فاتت يعني، عشان كده ايه ما كتبناهمش. هتبقى اس توتال على التايم. تمام. بس الفرق بقى ان الدلتا ار في الفي افريج هتبقى فيكتور، يعني الدلتا ار تبقى فيكتور، لكن الاس توتال طبعا دي هتبقى ديستانس عاديه جدا. نيجي بقى الاكسلريشن. الاكسلريشن هو الفيرست تايم ديريفاتيف بتاع الفيلوسيتي، يعني دي في باي دي تي، يعني ايه اكس اي زائد اي واي جي زائد اي زد كي. فالاي اكس هتبقى في اكس دوت اللي هي اكس دبل دوت التفاضل الثاني للاكس بالنسبه للتايم، والاي واي هتبقى واي دبل دوت، والاي زد هتبقى في زد دوت اللي هي زد دبل دوت. وبعد كده الاي هي سكوير روت للاي اكس سكوير زائد الاي واي سكوير زائد الاي زد سكوير. وبالتالي يبقى هم دول الماجنيتيود بتاعها. وزي ما قلنا عايزين نجيب الدايركشن نتعامل معاها. طبعا الاي هنا ملهاش علاقه بالتانجنشال، يعني مش هتبقى في اتجاه التانجنت ولا في اتجاه النورمال، هي في اتجاه جنرال، يعني لا ليها تانجنت ولا نورمال. تمام. الا في حالات معينه، ودي هنقولها بقى في ايه، في التانجنشال والنورمال لما نيجي نشرح الدرس بتاع التانجنشال والنورمال. لكن عموما في الشكل العام بتبقى جنرال، لكن الفي في جميع الاحوال بتبقى مع التانجنت للمسار، مع التانجنت للمسار. طبعا برضو في حاجه اسمها اي افريج وقلناها المره اللي فاتت، هي نفس الديفينيشن بتاعها. ايه هو الاي افريج؟ اللي هو الدلتا في اللي هو في فاينل ماينس في انيشال على التايم، يعني في فاينل ماينس في انيشال على التايم، على دلتا تايم بس. وبالتالي يبقى انا جبت الاي افريج. ده لو سال عن الاي افريج. في بقى حاجه مهمه، ودي اللي هتلاقيها محتاجينها كتير او بتسالها كتير، اللي هي الباس ايكويشن. قلنا الباس ايكويشن دي ريليشن بتوين الاكس والواي بتوع البوزيشن. مفيش تايم في الباس ايكويشن، ما بيظهرليش تايم في الباس ايكويشن. بنجيب الباس ايكويشن باي ديليتنج البارامتر تي فروم ذا تو ايكويشنز. يعني لو انا عندي اكس ب 2 تي مثلا زائد 1، لو عندي اكس ب 2 تي زائد 1 والواي ب تي سكوير مثلا، فانا عايز اشيل التي دي من المعادلتين دول. امسك المعادله الاولانيه مثلا واقول ان التي هتساوي x ماينس 1 على 2، x ماينس 1 على 2، واروح للمعادله الثانيه. لما اروح للمعادله الثانيه هقدر اجيب الواي كفانكشن في الاكس بس، هتبقى y ايكوال x ماينس 1 الكل سكوير على 4. تمام. يبقى جبت الواي فانكشن في الاكس، ما بيظهرليش تي في الباس ايكويشن. تمام. حد عنده سؤال في ملخص القوانين ده؟ تمام يا باشمهندسين. تمام.
تعال نشوف كم مسألة. طبعا المسألة دي حليناها المرة اللي فاتت، بس طبعا ممكن في بعض الناس تقول لسه ما يعني، عشان تعرفين ممكن ما تكونوش انتوا حليتوها في السكشن مع باشمهندس علاء، فهنقولها سريعا. يعني هي مسألة مش صعبة، تعال نشوفها. if x and y component of the particle velocity ال vx ب 32 t وال vy ب 8، هات لي الايكويشن اوف ذا باس y equal f of x، وبيقول لي ان الـ x بزيرو والـ y بزيرو لما الـ t بزيرو. معايا يا باشمهندسين؟ باشمهندس علاء حل المسألة دي؟ ولا الناس ما كانتش حاضرة أصلا؟ ما حلهاش صح؟ تمام. علاء ما دخلش في الكيرفلينير أساسا. تمام خلاص. فاحنا هنحلها. أنا معايا إيه؟ معايا Vx ومعايا Vy، وبيقول لي هات لي الباص إيكويشن أو الإيكويشن أوف ذا باص. يبقى أنا ببساطة شديدة أكيد عايز أعمل إنتجريشن للـ V عشان أجيب الـ X. طبعًا زي ما أنت عارف إن الـ Vx دي هي الـ X دوت. يعني الـ Vx دي هي الـ X دوت اللي هي بـ 32 تي. فلما نعمل إنتجريشن هعرف أجيب الـ X. وكذلك بالنسبة للـ Y، الـ Vy دي هي الـ Y دوت. فالمعنى ان الواي دوت ب 8، هعمل انتجريشن مره واحده بس عشان انا معايا الفي، يعني هعرف اجيب الواي واعرف اجيب الاكس، واقدر احذف البارامتر تي منهم زي ما انت شفت كده بنفس الاسلوب، يبقى عرفت اجيب الواي فانكشن اوف اكس. تمام. تعال نشوف هنحلها ازاي. انا معايا ان الفي اكس ب اكس دوت ب 32 تي، يبقى الاكس دوت اللي احنا قلنا ان هي دي اكس باي دي تي، يبقى دي اكس هتساوي 32 تي دي تي. نعمل انتجريشن للطرفين. خلي بالك من انيشال كونديشن اللي هو مديها لي ان الاكس والواي كانوا بزيرو عند تي بزيرو، فيبقى الاكس بزيرو عند تي بزيرو، يبقى تحت الانيشال اللي هو زيرو وزيرو، وفوق الجنرال تي واكس. طبعا انتجريشن الدي اكس هيبقى اكس، وانتجريشن ال 32 تي هيبقى 16 تي سكوير. يبقى كده جبت الـ x كفانكشن في الـ t. بنفس الطريقة الـ vy بـ y دوت بـ 8، يبقى dy على dt بـ 8، يبقى dy بـ 8 dt. نعمل انتجريشن للطرفين ونستخدم الـ initial condition إن y بـ 0 لما الـ t بـ 0، وبالتالي ده هنا 0 0 وفوق بيبقى general condition اللي هي t y، وأنا بعمل انتجريشن للـ dy وهنا بعمل انتجريشن للـ dt، فيطلع معايا إن الـ y بـ 8 t. يبقى ال y ب 8 t وال x ب 16 t سكوير، يبقى t ب y على 8، وبالتالي يبقى ال x ب 16 في y على 8 كل سكوير، يعني ال x ب y سكوير على 4. بس خلي بالك من نقطة مهمة، هو عايز ايه؟ يعني نرجع للمسألة تاني، هو عايز ال equation of the bus على الشكل y equal f of x، فما ينفعش تقف على الشكل ده x equal y سكوير على 4، كده جايب x function of y، فلازم نرجعها ل y function of x. فال y square بالشكل ده كده هتساوي 4x. باخد الجذر التربيعي، اخد square root، فيجي في دماغي لا اما يبقى positive لا اما يبقى negative، صح؟ يعني هتبقى 2 root x، لا اما positive لا اما negative، لا اما نحطها الاثنين positive او negative. فانا هختار البوستيف بس. ليه؟ مش هختار البوستيف بس استسهال، لا، انا هرجع للواي ب 8 تي. الواي ب 8 تي، فدام الواي ب 8 تي يبقى الواي بوستيف، الواي على طول بوستيف، وبالتالي يبقى الواي اللي هي ب 8 تي لازم تبقى الواي على طول بوستيف، يبقى انا عشان كده اخد البوستيف روت ما اخدش النيجاتيف. طب لو انا رجعت لقيت الواي بنيجاتيف 8 تي، يبقى انا ساعتها لما اجي اقول ان الواي هتبقى نيجاتيف الجذر نيجاتيف 2 روت اكس، ان لازم الواي تبقى نيجاتيف على طول، ان ما قدامش حل تاني غير كده. تمام. فحسب المساله، يعني مش بتختار بوستيف على طول، لا، انا حسب المساله الواي طلعت فانكشن في التي، مش بحيث ان التي طبعا زي ما انت عارف بتاخد من زيرو لما لا نهايه، التي ما فيهاش نيجاتيف، طيب ما فيهوش نيجاتيف، فبالتالي انا كده عارف ومتاكد ان الواي على طول هتبقى بوست،
فلازم ما دام الواي بوزيتيف يبقى لما اجي اعملها فانكشن في الاكس يبقى اتاكد ان هي برضو بوزيتيف فطلعت 2 روت اكس. حد عنده سؤال؟ تمام يا باشمهندسين فاهمين؟ فاهمين ولا ايه؟ تمام اتفضل. تمام ده. طيب تعال نشوف مساله ثانيه. A particle travels along a straight line y equal نص x. ده straight line. في المسائل اللي فيها اللي بيديني الباس ايكويشن زي المساله دي انا وديني باس ايكويشن y equal نص x. طبعا واحد يقول لي ده straight line اقول لك اه بس straight line بس مدي لك 2 dimension. يعني احنا المره المسائل اللي فاتت كلها كانت straight line ومديني 1 dimension. خلاص فانا كنت بقول s افضل الاس اجيب ال v افضل الفي اجيب الاي او اعمل انتجريشن. لكن هنا مديني 2 دايمنشن وبعد كده راح قايل لي اف زي اكس كومبوننت اوف ذا بارتكل فيلوسيتي. حتى الفيلوسيتي اداني الاكس كومبوننت بس فما ينفعش كده اتعامل معاها بقوانين الستريت لاين اللي احنا كنا شغالين فيها. بتعامل معاها بقوانين الكيرفلينير او بالاسلوب بتاع الكيرفلينير عشان هو مديني 2 دايمنشن ومديني حاجه منهم اللي هو الفي اكس ما ادانيش الفي واي. Where t in seconds هات لي الماجنيتيود اوف ذا بارتكل فيلوسيتي اند اكسلريشن. يعني عايز ال v وعايز ال a كماجنيتيود عندي t ب 4. ببساطه قدامي حلين قدامي اسلوبين للحل. الحل الاولاني ان انا معايا ال v x يعني معايا ال x دوت معايا ان ال x دوت بكام ب 2 t سكوير وبالتالي يبقى ببساطة كده أقدر أقول إن الـ x double dot بكام؟ 4t. إن الـ x double dot ب4t يبقى أنا معايا الـ x double dot فأنا معايا الـ x dot ب2t square والـ x double dot ب4t. ده أول حاجة. طيب يبقى أنا معايا الـ vx والـ ax مجرد هعوض بس في التي باربعة يبقى جبت الاثنين. طب عايز بقى اجيب الفي واي والاي واي من الاكس دوت تعمل انتجريشن فيبقى الاكس بكام؟ باتنين على تلاتة تي كيوب زائد ثابت. هعتبر ان الثابت ده بزيرو. ليه؟ هعتبر ان انا بدأت الحركة من عند اكس بزيرو ان زي ما هو رسم لي المسار. يعني شوف المسار هو رسمه لك فبص على المسار كده يعتبر البداية تقريبا حسب الشكل انا ماشي طالع لفوق فبعتبر ان البدايه بتاعتي عندي من زيرو. طب لو واحد مش مقتنع حطها ثابت ولا انا مش ما عنديش معلومات فحط ثابت هقول لك ما فيش مشكله حط ثابت مش هتفرق معايا. اوريها لك دلوقتي ليه مش هتفرق معايا. لان انا بعد كده من الاكس هقول ان الواي بنص اكس فانا حتى لو حطيت الثابت هيبقى الواي بكام؟ بتي كيوب على 3 يعني الواي هتساوي تي كيوب على 3 زائد سي على 2. كده كده انا مش عايز اجيب الواي اصلا انا مش في دماغي ان انا اجيب الواي عشان الناس تبقى فاهمه انا مش هجيب الواي ولا بجيب الفي واي بس الثابت ده اصلا هيطير في الفي واي يعني بعد كده هجيب الفي واي اللي هي الواي دوت هتساوي ايه تي سكوير وبعد كده الـ AY هتساوي 2T اللي هي الـ Y دبل دوت هتساوي 2T. أعوض أعرف أجيب الـ VY وأعرف أجيب الـ AY زي ما عرفت أجيب الـ VX والـ AX وأقدر أعمل بقى سكوير روت للـ VX سكوير زائد الـ VY سكوير يبقى جبت الـ V وأعمل سكوير روت للـ AX سكوير زائد الـ AY سكوير يبقى جبت الـ A. دي الطريقة الأولانية. الطريقة الأولانية استعملت انتجريشن جبت الاكس ومن الاكس جبت الواي ومن الواي عرفت اجيب الفي واي والاي واي. طب الطريقة التانية بقى ان انت عندك ايكويشن طب ما تفضل الايكويشن يعني انا عندي ايكويشن واي ايكوال نص اكس لو خدت الفيرست تايم ديريفاتيف للطرفين تفاضل الواي واي دوت وتفاضل النص اكس باكس بنص اكس دبل دوت. خلي بالك انا عندي عشان افاضل بالنسبه للواي الواي دي فانكشن بتعمل ايه بتفاضل الواي بالنسبه للواي يعني بقى فاضل اي فانكشن الاول
بفضلها بالنسبه للمتغير بتاعها، يعني بفضلها بالنسبه للواي، وبعد كده بضربها في دي واي باي دي تي. عشان كده طلعت التفاضل الواي بواي دوت. هي جت منين واي دوت؟ لان تفاضل الواي بالنسبه للواي واحد، وبعد كده بضربها في واي دوت اللي هو دي واي باي دي تي، فطلعت واي دوت. وكذلك تفاضل الاكس هتبقى اكس دوت، ان انا بفضلها الاول بالنسبه للاكس فيبقى بواحد، وبعد كده تفاضل الاكس بدوت يبقى نص اكس دوت. فطلع معايا ان الواي دوت بنص اكس دوت، وبالتالي الموضوع بقى سهل جدا. ان انا عارف ان الفي اكس زي ما هو مديها لي اللي هي الاكس دوت ب2 تي سكوير، ويبقى الفي واي بنص اللي هي الواي دوت بنص الاكس دوت يعني تي سكوير، هنعوض عن تي ب4 يبقى ده 32 وده 16 يطلع 35.8. لو بصيت في اللي احنا كنا مطلعينه، كنا مطلعين ايه؟ الاكس دوت ب2 تي سكوير، وكنا مطلعين الفي واي بتي سكوير، مع ان احنا ما استخدمناش نفس الطريقه، طلعوا معانا نفس الارقام اللي احنا قلنا، فيطلع معايا ان الفي ب35.8. نفس النظام بقى الاي اكس باكس دبل دوت، تفاضل 2 تي سكوير هيبقى كام؟ هيبقى 4 تي، نعوض عن تي ب4 يبقى الاي اكس ب16. طب الاي واي بواي دبل دوت، وانا مطلع ان الفي واي بتي سكوير، يبقى الاي واي هيطلع 2 تي زي ما كنا مطلعينها هنا ب2 تي، ونعوض عن التي ب4 يبقى 8. اقدر اجيب الاي سكوير روت الاي اكس سكوير زائد الاي واي سكوير، يطلع معايا 17.9 متر بير سكند. هل حد عنده سؤال يا باشمهندسين؟ فاهمين تمام؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب تعال نشوف مسألة تانية. مسألة فاندمنتال 12-19. المسألة دي بتقول ايه؟ A particle is traveling along the parabolic path. اداني ان البارابوليك باس بتاعي y equal ربع x سكوير، يقول لي f x equal 2 t سكوير بالمتر وير t in seconds، هات لي الماجنتيود of the particle velocity and the acceleration لما ال t بكام؟ ب2. هات لي الماجنتيود بتاع البارتيكل velocity والاكسلريشن لما t ب2. برضو دي ليها طريقتين، برضو دي ليها طريقتين. الطريقه الاولانيه انا ما انا عندي بقى خلاص معايا الاكس، خلاص هقدر اجيب الاكس اهو، هفاضل مره اجيب الفي اكس، وفاضل مره كمان اجيب الاي اكس، موضوع بسيط. طيب بالنسبه للواي، خلاص ما انا هشيل الاكس اللي في المعادله بتاعه الباس ايكويشن، وارجع الواي كفانكشن اوف تي، يعني اقدر اجيب الواي فانكشن اوف تي، ومن الواي اجيب الفي واي واجيب الاي واي. طيب دي طريقه. طب الطريقه الثانيه ان انا فاضل الايكويشن، ان انا فاضل الايكويشن فاعرف اربط بين الواي دوت والاكس دوت. تعال نجرب نحل الطريقه الاول بالطريقه الاولانيه الاول. فانا معايا واي بربع اكس سكوير، والاكس بكام؟ ب2 تي سكوير. هنعوض عن هنشيل الاكس هنا ونحط مكانها 2 تي سكوير، فبقت ربع في 2 تي سكوير في الكل سكوير، يعني يطلع معايا 4 تي باور 4 في ربع يعني تي باور 4. خلاص معايا الواي بتي باور 4، سهل جدا اجيب الواي دوت او الفي واي هتطلع 4 تي كيوب، وبعد كده اجيب الاي واي اللي هي واي دبل دوت هتطلع 12 تي سكوير، وبعد كده نعوض عن التي ب2 فيطلع معايا ان الفي واي ب32 متر بير سكند، والاي واي ب 48 متر بير سكند. طيب نيجي بقى نبص على الاكس، الاكس ب 2 تي سكوير. تمام ثانيه واحده عشان في حد بس الناس الجديده يعمل لها اكسبت. اخش اعمل له اكسبت. تمام حد عمل له اكسبت؟ طب كويس. وبالتالي يبقى انا زي ما انت شفت كده معايا الاي واي ب 12 تي سكوير، تفاضلت
ال في واي اللي هي واي دوت ب4 دي كيوب جبت الاي واي. طيب بالنسبه لل في اكس اللي هي الاكس دوت خلاص الاكس ب2 تي سكوير، فالفي اكس اللي هي الاكس دوت ب4 تي، والاي اكس اللي هي الاكس دبل دوت ب4، تفاضل ال2 تي سكوير 4 تي وتفاضل ال4 تي ب4، نعوض عن التي ب2 يطلع معايا 8 ويطلع معايا 4. طبعا الفي هيبقى سكوير روت في اكس سكوير زائد في واي سكوير، يعني 32 سكوير زائد 8 سكوير يطلع 33، وهنا الاي سكوير روت اي اكس سكوير زائد اي واي سكوير يطلع 48 زائد 4 48.2. طبعا زي ما قلت لك خلي بالك ممكن يسالك على الدايركشن، ممكن هتلاقي في المسائل معظم المسائل الارقام المسائل مش هيسالك على الدايركشن، لكن جت في الميد تيرم وبيساله فالناس بتنسى. فعشان افكرك الدايركشن بيبقى عباره عن ايه، هجيب سيتا شيفت تان واي على اكس، يعني شيفت تان بي واي على في اكس، فيبقى تان ماينس 1 الفي واي ب 32 والفي اكس ب 8، تبقى جبت الزاويه دي. طبعا في الربع الاول زي ما انت شايف لان الفي اكس بوزيتيف والفي واي بوزيتيف، فيبقى الفي هتقدر تبقى هتجيب الزاويه سيتا ويبقى وادي الاكس اهو، ويبقى الزاويه ادي الفي، يبقى الفي عامله زاويه سيتا مع الاكس بالشكل ده. تمام، نفس النظام هنا في الـ A هتبقى السيتا بتاعت الـ A دي سيتا V، هتبقى سيتا الـ A tan minus 1 tan minus 1 48 على 4، يعني tan minus 1 12. يعني أنا بقول الكلام دوت عشان جات في 100 ترم قبل كده والناس كانت ناسية، يعني الموضوع أنت خدته في الستاتيكس بسيط، بس طبعا يعني من ضغط أكيد المواد ممكن تنسى، فعشان كده بنفكرك بيها حتى لو هي مش موجوده في المسائل الاول. بس هجيب الزاويه برضو هتبقى في الربع الاول عشان الاي واي بوزيتيف والاي اكس. تمام، دي زي ما قلنا الطريقه الاولانيه. طب الطريقه الثانيه هقول بدل ما انا اعمل اجيب الفي واي واجيب الواي فانكشن اوف تي، خلاص انا هفضل الايكويشن دي بالنسبه للتايم. فزي ما قلنا تفاضل الواي بواي دوت، طب تفاضل ديت دي فانكشن في الاكس، لازم تفاضلها الاول بالنسبه للاكس، هتطلع بنص اكس باكس دوت، نص اكس باكس دوت. خلي بالك ممكن تستخدمها كتشيك ازاي، مش احنا الاكس ب2 تي سكوير وعندي الاكس عند تي ب2، يبقى الاكس عند تي ب2 بكام؟ ب8. الفي اكس طلعت بكام؟ ب8. يبقى بص كده 8 في 8 في نص يطلع لي كام؟ 32. فعلا طلعت الفي واي ب 32. تمام، وبعد كده فاضل مره كمان، لو جينا فاضلنا مره كمان هتبقى دي واي دبل دوت، وفاضل واي دوت واي دبل دوت. بعد كده ده بقى برودكت اوف تو فانكشن، كانه حصل ضرب دالتين، هتبقى نص نص العاديه ده كومن فاكتور مشترك، افاضل الاولانيه في الثانيه زي ما هي، فيبقى اكس دوت سكوير، لان هي اكس دوت في اكس دوت، فيبقى اكس دوت سكوير، وبعد كده بلس اكس اكس دبل دوت. اسيب الاولى زي ما هي وافاضل الثانيه بالنسبه للتايم، فيبقى اكس دبل دوت. بس ممكن تستخدمها زي ما قلت لك تراجع، يعني بعد ما عملت كده تراجع فتبص كده الاكس دوت بكام؟ ب 8، يبقى 8 سكوير يبقى 64 اكس في اكس دبل دوت، يعني 4 اكس ب 8 في اكس دبل دوت اللي هو 4، يعني 64 زائد 32 96 في نص هيطلع لك 48. تمام؟ حد عنده سؤال؟ فاهمين يا باشمهندسين سواء الطريقه الاولانيه او الطريقه الثانيه؟ ايوه يا باشمهندس. تمام تمام. طيب تعال نشوف مساله رقم 20. مساله رقم 20 بتقول لي ايه، عندي بوكس زي ما انت شايف كده سلايد على السلوب ديسكرايبد باي الايكويشن على الكيرف، يعني واي ايكوال
0.05 x squared متر. Where x in meter? If the box has x component of velocity and acceleration of vx equal negative 3 meter per second, ax equal negative 1.5 meter per second square, عند الx بخمسة. فانا ايه اللي يحصل لي كده يا باشمهندس؟ انا لما اقول ان vx بنيجاتيف 3 والax بنيجاتيف 1.5 عند الx بخمسة، اقدر اجيب الy component of velocity والacceleration بتاعت البوكس عند اللحظة. هو اللي عايزهم يعني، عايز ال vy وال ay. ممكن يقول لك هات لي ال v كلها، ممكن يقول لك هات لي ال a كلها، بس طبعا بعد ما انت جبت ال vy وال ay سهل تجيب ال v كلها وال a كلها. طيب اولا هنا ما ينفعش ان انا اعمل انتجريشن، يعني ما تجيش في دماغك خالص فكره الانتجريشن، يعني غلطه قاتله ناس كتيره بتقع فيها. هي ايه تعمل ايه؟ يقول لك في اكس بنيجاتيف 3 يبقى الاكس بنيجاتيف 3 تي. طبعا دي لو انت عملتها يبقى انت مش فاهم المساله اصلا. هو ال في اكس بنيجاتيف 3 دي مش كونستانت او مش فانكشن، دي ال في اكس بنيجاتيف 3 ات، اهو عامل لك دوريه على كلمه ات، ات عند اكس ب 5. زي ما بقول لك ان انت سرعتك ب 20 وانت واقف في مثلا عند اول الكليه، كنت بتجري بسرعتك ما تقدرش تحدد الفانكشن الكامله بتاعتك، ان انت مش عارف غير لحظه معينه كانت سرعتك فيها بنيجاتيف 3، كذلك الاكسلريشن بتاعتك بنيجاتيف 1.5. فهنا هو حطك في كورنر، ما ينفعش تعمل انتجريشن. يعني لو واحد في دماغه ان انا اعمل انتجريشن واجيب الاكس فانكشن في التايم، يبقى طبعا هيبقى غلطان. امال ايه اللي هنعمله؟ هنفضل المعادله، ما قداميش غير الطريقه الثانيه بس ان انا افضل المعادله. تمام؟ طبعا الغلطه الاكبر بقى ان واحد يروح قايل يعوض عن اكس بخمسه فيقول ان الواي يجيبها فيقول ان الواي كونستانت ويبقى الفي واي بزيرو والاي واي بزيرو. طبعا ده هبل وغلط برضو. امال ايه اللي احنا نعمله؟ زي ما قلنا ان انا هجيب الواي دوت والواي دبل دوت بدلاله الاكس دوت والاكس دبل دوت زي ما عملت في الطريقه الثانيه دي. وانا معايا الاكس بخمسة، معايا الاكس دوت بنيجاتيف 3، معايا الاكس دبل دوت بنيجاتيف 1.5، ساعتها هعرف اجيب الواي دوت والواي دبل دوت. فهنا ما قداميش غير الطريقه الثانيه اللي احنا لسه كنا قايلينها، ان انا فاضل المعادله مره عشان اجيب الفي واي ومره ثانيه عشان اجيب الاي واي. تمام؟ فانا عندي اهو الواي بنص او بوينت 05 اكس سكوير، قلنا هندفرنشيت البوث سايدز with respect to time، هنفاضل الطرفين بالنسبه للتايم. فتفاضل الواي واي دوت قلنا ده فانكشن في الاكس، لازم افاضله الاول بالنسبه للاكس وبعد كده اضربه في اكس دوت. فتفاضل البوينت 05 اكس سكوير بقت ببوينت 1 اكس في اكس دوت. تمام؟ بعد كده ده بقى كانه حاصل ضرب دالتين، برودكت اوف تو فانكشن، تفاضل الواي دوت بواي دبل دوت مفيهوش مشاكل. بعد كده في بوينت 1 واكس في اكس دوت هتبقى اكس دوت في اكس دوت وهنا في اكس زائد اكس في اكس دبل دوت، لان انا بفضل الاولاني في الثاني زي ما هو، ففضلت الاول الاكس بالنسبه للتايم فبقى اكس دوت. تمام؟ في الثاني زي ما هو يبقى اكس دوت، يعني ممكن نشيلها ونخليها اكس دوت سكوير، وبعد كده بسيب الاولاني زي ما هو وفاضل التاني بالنسبه للتايم فيبقى اكس في اكس دبل. تمام؟ بس كده قدرت اربط من غير ما احتاج فانكشنز. انا ممكن اعوض في لحظه معينه عادي، لان انا اعوض عند نفس اللحظه، فعند الاكس بخمسه كانت الفي اكس بنيجاتيف 3، خلاص يبقى نعوض، يبقى بوينت 1 في 5 في نيجاتيف 3، يبقى عرفت اجيب الفي واي اللي هي الواي دوت بنيجاتيف 1.5. وهنا عند اكس دوت او عند اكس بخمسه كانت الاكس دوت بنيجاتيف 3 والاكس دبل دوت بنيجاتيف 1.5، يبقى الاي واي بواي دبل دوت وبوينت 1 في نيجاتيف 3 سكوير زائد 5 في نيجاتيف 1.5، طلعت معايا بوينت 15 متر بير سكند سكوير. وبالتالي يبقى انا قدرت اجيب الاي واي، يبقى جبت الفي واي، جبت الاي واي، خلاص هما دول اللي كان عايزهم في المسألة.
عايز بقى الفي كلها ممكن اخد سكوير روت في اكس سكوير زائد في واي سكوير. عايز الاي كلها ممكن اخد سكوير روت الاي اكس سكوير زائد الاي واي سكوير. هذا عن سؤال فهمتوا ليه ما ينفعش نعمل انتجريشن؟ مهمة الحاجة دي كويسة. تمام. عشان هو اداني لحظة معينة ما ادانيش فانكشن. لو معايا الفي فانكشن اقدر اشتغل اعمل انتجريشن واشتغل بالطريقة الاولانية عادي. طيب تعالى ناخد مسألة تانية. مسألة رقم 73. مسألة 73 دي بتقول لي ايه؟ The position of a particle is defined by r equal 5 cosine 2t i زائد 4 sine 2t j where t in seconds. ال t دي بالثواني. الارجمنت او الزوايا اللي جوه السين والكوزين دي بالراديان. خلي بالك من الحته دي كويس قوي. يعني الزاويه اللي جوه السين والكوزين دي بالراديان. فلما تحولها بالدجري لما تخلي الكالكوليتور من بره في الاول بالراديان. يعني لما تحول الزوايا للدجري لما تخليها بالاول خالص الكالكوليتور حليها بالراديان. زي ما انت عارف تعمل شيفت مود تدوس تقريبا 4 تحولها للراديان. هو عايز الماجنيتيود اوف ذا فيلوسيتي. يعني عايز الفي ماجنيتيود والاي ماجنيتيود امتى بتاع البارتيكل لما تيب 1 سكند. وبيقول لي اولسو بروف برضو اثبت لي ان الباص بتاع البارتيكل از اليبتيكال. اثبت لي ان الباص اليبتيكال. طبعا واحد هيقول لي يعني اسئله البروف دي ممكن تيجي. اقول لك لا يعني خلاص احنا ام اس كيو. بس سهل جدا يقول لك مثلا ذا باس اوف ذا بارتيكل از ويروح حاطط لك اختيارات يقول لك اليبس ولا سيركل ولا بارابولا ولا هايبربوليك مثلا. فانت لازم تبقى اكيد الكلام ده كله خدته في الماس. يعني خدت المعادله بتاعه الاليبس اكيد في الماس وخدت معادله السيركل وخدت معادله البارابولا وخدت معادله الهايبربوليك. فأنا أقول لك ببساطة أفكرك بمعادلة الإليبس لو تفتكر. يعني ده عبارة عن X سكوير على A سكوير بلس Y سكوير على B سكوير بلس Y سكوير على B سكوير. الكلام دوت كله إيكوال كام؟ إيكوال 1. وقلنا في سؤال؟ لا لا تمام. وقلنا ان الاي طبعا اكيد خدت ان الاي لا تساوي بي. لازم عشان يبقى اليبس الاي لا تساوي بي. طب لو الاي بتساوي بي قلنا ده بيبقى سيركل. يعني حتى الشكل بتاع السيركل بيبقى اكس سكوير زائد واي سكوير ايكوال ار سكوير. اللي هي في الحاله بتاعت ان الاي هتساوي بي فده يديني السيركل. طيب طبعا بقى البارابولا زي ما انت عارف y سكوير ايكوال x او x او y ايكوال x سكوير وهكذا. يعني في بارابولا بتبقى كده في بارابولا بتبقى كده. تمام بقى علينا. ففي النهايه زي ما قلت لك تبقى عارف شكل الباص بتاع الاليبس تبقى عارف شكل الباص بتاع السيركل وتبقى عارف شكل الباص بتاع البارابولا او وعارف الايكويشن بتاعتهم عامله ازاي عشان لو سأل. تعال نحل الاول بس الجزء الاولاني من السؤال اللي هو عايز الفي وعايز الاي وبعد كده نشوف الجزء الثاني من السؤال اللي هو بتاع البارتيكل از اليبس او بروف ان البارتيكل از اليبس. خلاص فانا هجيب الفي اللي هي دي ار باي دي تي. طبعا زي ما انت عارف ده الاكس دوت وده الواي دوت بس احنا رحنا جمعناهم على بعض في فيكتور. يعني تفاضل ال5 كوزاين 2 تي. طبعا تفاضل الكوزاين بس بنيجاتيف ساين في التفاضل الزاويه اللي هو 2 فيبقى نيجاتيف 10 ساين 2 تي اهو. وتفاضل ال 4 ساين 2 تي تفاضل الساين بكوزاين في 2 عشان التفاضل الزاويه فيبقى 8 كوزاين 2 تي. نعوض عن تيب 1 وزي ما قلت لك تخلي الكالكوليتور بالراديان او تحول الانجل ديت لديجري ان انت تضرب في 180 على باي. تضرب هنا في 180 على باي. في النهايه هيطلع لك في الاخر ان ال v ب نيجاتيف 9.093 i نيجاتيف 3.329 j
عايز اجيب الماجنتيود زي ما هو عايز، هاخد سكوير روت لل في اكس سكوير زائد ال في واي سكوير 9.68. طبعا لو سألك على ال على الدايركشن زي ما قلنا، فهنقول ان السيتا في هيبقى شيفت تان، نفس القواعد اللي احنا كنا بنقولها بالظبط في ال 2 دي في مسائل الفورسز لو تفتكر. شيفت تان الواي اللي هي نيجاتيف 3.3 على الاكس اللي هو نيجاتيف 9.9. طبعا زي ما انت شايف بدل ال في واي وال في اكس الاثنين نيجاتيف، يبقى انا في الربع الثالث، يعني كانها هيبقى هنا ده الاكس ويبقى الفي كده، يبقى الفي كده، ودي الزاويه سيتا اللي هتطلع لي، دي الزاويه سيتا اللي هتطلع لي، ده الاكس طبعا وده الو. خلي بالك من الحته دي كويس قوي عشان لو سالك على الدايركشن. طيب نيجي للاي، هفضل الفي بالنسبه للتايم، نيجاتيف 10 ساين 2 تي، تفاضل الساين قلنا بكوزاين يبقى نيجاتيف 20 كوزاين 2 تي، وهنا تفاضل الكوزاين بنيجاتيف ساين فيبقى نيجاتيف 2 في 8 يبقى نيجاتيف 16 ساين 2 تي. نحط التي بواحد لأنه عايز الاكسلريشن عند تي بواحد، هيطلع معايا 8.323 اي نيجاتيف 14.55 جي بالمتر بير سكند سكوير. هعرف اجيب ان الاي بسكوير روت AX سكوير زائد AY سكوير يطلع بـ 16.8 متر بير سكند سكوير، وبالتالي يبقى أنا عرفت أجيب الـ A كماجنتيود وعرفت أجيب الـ V كماجنتيود. أعمل إيه بقى بعد كده؟ عايز بقى أثبت إن الباص إليبس، فهنقول زي ما كنا بنعمل في أي مسألة باص إكويشن. انا في الباص كنا بنقول ان انا بجيب الاكس، الاكس اهي 5 كوزين 2 تي والواي 4 ساين 2 تي، واحاول احذف التي من التو ايكويشن. فهنا عشان دي دوال مثلثيه فبنستخدم المتطابقات او المسلمات اللي احنا عارفينها، ان كوزين سكوير زائد ساين سكوير ايكوال 1. طبعا اكس ب 5 كوزين 2 تي فيبقى، والواي ب 4 ساين 2 تي، فلو جبنا الساين الكوزين والساين لوحدهم فالكوزين 2t هتبقى x على 5 والساين 2t هتبقى y على 4. فانا لما اقول كوزين سكوير 2t زائد ساين سكوير 2t ايكوال 1، يبقى x على 5 سكوير زائد y على 4 سكوير ايكوال 1، وبالتالي يبقى انا جبت الايكويشن بتاعت الاكس. تمام، حد عنده سؤال؟ فاهمين شلنا ازاي الايكويشن الاليبس؟ هو تمام، شكرا. طب تعال نحل مساله فيها حته ال 3 دي. طبعا مش هتلاقي مسائل كتيره عندك على ال 3 دي بالنسبه للكيرفلينير، لان معظم الكيرفلينير حتى اللي هناخده بعد كده في التانجنشال والنورمال والار والسيتا لما نيجي ناخد النظام الكوردينيتس دي هتلاقينا برضو شغالين 2 دي اكتر، يعني معظم دراستنا الترم ده هتلاقيها 2 دي عكس الستاتكس مثلا كان فيها 3 دي كتير. لكن هنا دي مساله فيها فكره بس بسيطه على على ال 3 دي، تعال نشوفها مش هتعمل لك اي مشكله. يعني هو بيقول لي ابارتكل اوريجينالي اتريست، يعني ايه اوريجينالي اتريست؟ يعني في بزيرو لما تي كانت بزيرو، يعني ده الانيشال كونديشن ان في بزيرو لما تي كانت بزيرو. تمام، وبعدين بيقول لي and located at point، ده الـ initial position بتاعي اللي هو 3 feet و 2 feet و 5 feet، يعني الـ x كانت بـ3 يعني عند t بزيرو. برضو نكمل ان الـ x بـ3 والـ y بـ2 والـ z بـ5، هو ده الـ initial position. وبعدين بس خلاص عايز بقى اجيب الاكسلريشن، فبيقول لي is subjected to an acceleration of a equal 6 ti زائد 12 t square k، احسب لي البارتكل بوزيشن عند تي بواحد. اعمل ايه؟
هعمل انتجريشن مرة اجيب الـ V، وبعد كده اعمل انتجريشن مرة كمان اجيب الـ R، اجيب الـ R كجنرال كفانكشن، طبعا تبقى X في الـ I زائد Y في G زائد Z في الـ K كفانكشن يعني، وبالتالي عوض بعد كده في الاخر عن تيب واحد هعرف اجيب الـ R كفيكتور. طبعا عايز بقى بعد كده اجيب له الفيكتور ده الماجنتود، اجيب له الدايركشن براحتي. فاول حاجه لازم تعملها وتخلي بالك منها، انت هتبص كده هتلاقي 6 تي اي زائد 12 تي سكوير كي، لو عملت انتجريشن على طول للاي هتتلخبط، غالبا هتسقط او هتوقع الجي هيقع منك. لكن الحق او الصح ان انت تعمل ايه، تروح كاتب كده 6 تي اي عشان ما تقدر ما يقعش منك حاجة، زائد بلس 0 جي بلس 0 جي بلس 12 تي سكوير كي. كده انا عملت ايه؟ كده انا وضحت لنفسي ان في دايمنشن تالت كان الاكسلريشن بتاعه بزيرو. طبعا الطريقه ديت يا باشمهندس او بعمل كده عشان ما تفتكرش ان الجي مش معايا، لا الجي معايا، الجي معايا لان هو حتى بيسالك في الاخر عايز الاكس والواي والزد، تمام، وعندي انيشال للواي، فبالتالي لازم احط زيرو جي عشان اعرف ان انا هعمل لها انتجريشن ما انساش. بس زي ما انت شفت ايه ايكوال 6 تي اي زائد 0 جي زائد 12 تي سكوير كي، انا اعمل انتجريشن عشان اجيب ال V، فال 6 تي هتبقى 3 تي سكوير زائد C، وال 0 دي هتبقى C2، وال 12 تي سكوير دي هتبقى 4 تي كيوب. طبعا كل واحدة زائد ثابت، يعني بفضل ال 6 بعمل انتجريشن لل 6 دي بتبقى 3 تي سكوير زائد كونستان، انتجريشن ال 0 بيبقى كونستان، انتجريشن ال 12 تي سكوير بيبقى 4 تي كيوب زائد كونستان. طبعا معنى ان ال V ب 0 عند T ب 0 يعني 0 في ال I و 0 في ال J و 0 في ال K، مش 0 واحدة هي 3 0. فأول حاجة نسوي ال I ب 0، حط T ب 0 يبقى C 1 لازم يطلع 0 عشان كل ده يبقى 0 عند T ب 0. طيب نفس النظام هنا C 2 لازم تبقى ب 0 لأن ال V ب 0 عند T ب 0، وطبعا هنا مفيش T أصلا ظهر فلازم يبقى C 2 على طول ب 0. هنا لما حط T ب 0 هيتبقى لي سي 3 والفي اصلا بزيرو يبقى سي 3 كمان بزيرو، فطلع معايا الثلاث ثوابت دول بزيروهات، فاصبح شكل الفي دلوقتي عباره عن 3 تي سكوير اي زائد 0 جي بلس 4 تي كيوب كي. هعمل انتجريشن مره كمان عشان اجيب البوزيشن، هو ده بقى الهدف بتاعي. فطبعا انتجريشن ال 3 تي سكوير بيبقى كام؟ تي باور 3 تي كيوب زائد ثابت سميته سي 4، وهنا الانتجريشن الزيرو هيبقى ثابت اللي هو سي 5، وانتجريشن الاربعة تي كيوب هيبقى ثابت اللي هو تي هيبقى تي باور 4 زائد ثابت اللي هو سي 6، طبعا ده في الكي. وبالتالي بمنتهى البساطة هعوض على الانيشال كونديشن ان الار زي ما قلنا، هذه النقطة هي افكرك نقطة الانيشال اللي هي 3 و2 و5، يعني x كاب 3 و y ب2 و6 ب5 عند تايم تي ب0. امسك اول واحدة احط تي ب0 واساوي ب3 يبقى سي 4 هتطلع ب3. تاني واحدة مفيش اصلا تي، فلما عند تي ب0 هتفضل هي سي 5 فيبقى سي 5 ب2 على طول، وهنا عند تي ب0 هتبقى سي 6 يبقى سي 6 بكام؟ ب5. خلاص اصبح شكل الار بعد ما هحط قيم الثوابت، اصبح ان الار بتي كيوب زائد 3 في الاي زائد 2 جي زائد تي باور 4 زائد 5 في الكي. انا عوض عن التي بواحد، انا عوض عن التي بواحد عشان هو عايز البوزيشن عند تي بواحد، فيطلع معايا 4 و2 و6. زي ما انت شايف كده لو خدت بالك البوزيشن عند الواي كونستانت، هيفضل معايا طول المسار بتاعي كونستانت، فكأني بتحرك. يعني لو انا هرسمها لك في السبيس عايز تشوف انت بتتحرك ازاي، هتحرك لو ده الاكس وده الواي
وده الزد. هتحرك باستمرار في الاكس زد بلين او بلين بلل الاكس زد بس عند الواي بتساوي 2، يعني هاجي هنا الواي هنا باتنين وهتحرك في البلين ده. انا بتحرك في بلين بس البلين ده في السبيس، بتحرك في البلين ده لو عايز تتخيل يعني، والحركه بتاعتي كلها جوه البلين ده بس البلين ده في السبيس عند واي باتنين. عشان كده لا الواي دوت طلع ليها قيمه ولا الواي دبل دوت اللي طلع ليها قيمه، يعني لا البي واي طلع ليها قيمه ولا الاي واي طلع ليها قيمه. حد عنده سؤال في المساله دي؟ لا تمام تمام خلاص. يبقى انا كده جبت البوزيشن 4 و2 و6 تمام. طيب تعال نشوف اسئله تانية ممكن يقول لك فيها بقى افكار، اللي هي يقول لك هات لي الافرج فيلوسيتي، هات لي الافرج اكسلريشن، هات لي الحاجات ديت في الكيرفلينير. فنشوف هات لي الديسبيسمنت، هات لي التوتال ديستانس. فنشوف مثلا مساله 77، دي مساله بسيطه جدا، بيقول لي كار ترافلز فروم اي تو بي زين فروم بي تو سي. عندي عربيه مشيت من اي ل بي بعد كده مشيت من بي ل سي، ماشي على الحاره الضيقه دي تمام. هات لي الماجنيتيود بتاع الديسبيسمنت، وبعد كده هات لي الديستانس ترافل، احسب لي الديستانس ترافل. فده الموضوع بسيط جدا بالنسبه لي يا باشمهندس. ايه هو تعريف الديسبيسمنت؟ فاينل بوزيشن اللي هو سي ماينس انيشال بوزيشن اللي هو ايه تمام. انا ما عنديش ريفرنس، يعني ما قاليش ريفرنس، خلاص هعتبر ان الايه، ما انا بدات من الايه، اعتبر ان الايه هو زيرو تمام. طب هاجي احسب نقطه سي بالنسبه للايه، خلي بالك احسبها بقى كفيكتور، ما اقدرش تقولها كديستانس واحده، لان انا مشيت في الاكس الاول وبعد كده مشيت في الواي او نيجاتيف الواي. فتقدر تقول هنا ان هنا 2 ثانيه واحده فتقدر تقول معرفش هو البتاع بينقط كده ليه، ماشي 2 ماينس 2 ماينس 3 اي تمام. ف2 ماينس 3 ثانية واحدة فبالتالي الديسبيسمنت هيبقى عباره عن 2 ماينس 3 اي ماينس الانيشال اللي احنا اعتبرناه زيرو، فيبقى ده هو الديسبيسمنت. فالدلتا ار 2 اي ماينس 3 جي على الماينس زيرو فيطلع 2 اي ماينس 3 جي. طبعا هو عايزك ماجنتيود، فاخد سكوير روت للاثنين سكوير زائد 3 سكوير يطلع 3.61. طب المسافه اللي انا مشيتها، انا مشيت مسافه قد ايه؟ مشيت 2 بعد كده مشيت 3. طبعا في حد ممكن يقول لي القوس الصغير ده انا ممكن اكون مشيت عليه، هقول لك اه ماشي بس هو ما ادانيش معلومات عنه، ده غير ان انا ماشي على الحاره الضيقه، فانا معتبر ان المسافه دي 2 ورحت ماشي 3، مش هعتبر يعني ان انا مشيت مسافه على القوس الصغير ده الا لو هو اداني معلومات عنه. خلاص اعتبر نفسي ان انا مشيت 2 كيلومتر و3 كيلومتر، يبقى مشيت 5 كيلومتر. وبالتالي زي ما انت شفت كده الديسبيسمنت مختلف عن التست تمام. طيب تعال نشوف مساله تانية او فكره تانية زي مساله 79. هنا بقى بيقول لي ايه، كار ترافلينج الونج ذا ستريت بارتيشن اوف ذا روت هاز ذا فيلوسيتي انديكيتد ان ذا فيجر. قال لي ايه، وين ات ارايفد ات بوينت ايه، زي ما انت شايف معايا في اي 20 في اتجاه الاكس يعني 20 اون، في بي 30 وعامل زاويه 45 درجه مع الاكس، بي سي 40 في اتجاه الار. هو خد 3 ثواني فروم اي تو بي زين 5 سكندز فروم اي بي تو سي، يعني من اي ل سي خدت كام ثانيه؟ 8 ثواني. طبعا سهل جدا انت تروح عامل ايه، تروح محلل، يعني تبقى دي هنا الفي بي 30 كوزين 45 وهنا 30 سين 45 وتجيبها كفيكتور.
وطبعا هنا تجيب الـ VA جا فيكتور 20i والـ VC هتبقى جا فيكتور 40i. هو عايز ايه في المسألة؟ Average Acceleration. طبعا في ناس كتيرة زي ما قلت قبل كده بتتلخبط في حكاية الـ Average Acceleration دي وتفتكر الـ Average Acceleration هي الـ Average Velocity على الـ Time. طبعا ده غلط. والـ Average Acceleration هي ايه؟ V Final minus V Initial على الـ Time. فهو أول حاجة عايز الـ Average Acceleration من A لB between point A and B and between points A and C، يعني من A لB ومن A لC. أعمل إيه؟ ولا حاجة، اشتغل عادي جدا. هجيب الـ Velocity كفيكتور زي ما قلنا VA 20i VB 30 كوسين 45i و 30 سين 45j VC 40i. بعدين عايز اجيب الافريج اكسلريشن بالنسبه لل LB، يبقى VB V final minus V initial طبعا كفيكتور على التايم اللي هو 3 ثواني. طب عايز اجيب الافريج اكسلريشن بين A و C، يبقى V final اللي هي 40 minus ال V initial اللي هي 20 طبعا 40i minus 20i على التايم اللي هو هيبقى كام؟ 3 و5 يبقى 8 ثواني. تمام؟ فهو ال VA ب20i ال VB هتطلع 21.21i زائد 21.21j اللي هي 30 كوزين 45، يعني ودي 30 سين 45 زي ما انت عارف كوزين 45 وسين 45 الاثنين بواحد على جذر 2. ال VC ب40i عايز average acceleration قلنا بالنسبة لل AB هتبقى V final minus V initial 21.21i زائد 21.21j minus 20i على 3، يبقى جبت الـ average acceleration بالنسبة لل AB. طب بالنسبة لل average acceleration بالنسبة لل AC هيبقى V final اللي هو 40i minus V initial 20i على 8 اللي هو التايم، فيطلع معايا ان الـ average acceleration ب2.5 اي طبعا متر بير سكند سكوير. طبعا عايز تجيب الماجنيتيود بتاع الافريج اكسلريشن دي او الماجنيتيود بتاع الافريج اكسلريشن دي سهل جدا تجيبهم، الموضوع ما فيهوش اي مشكله. حد عنده سؤال في المساله دي؟ هو لو عايزها بقى اللي هي الثانيه السبيد زي السبيد افريج، لو عايز بقى السبيد افريج في فرق بقى. السبيد افريج هيديني بقى معلومات عن الطريق عشان اعرف اجيب التوتال ديستنس. ده الاكسلريشن. طب في حاجه زي السبيد افريج فكره ان هو لا 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 مفيش، هو عندك نوع واحد بس من افريج اكسلريشن، هي افريج اكسلريشن. اوكي تمام شكرا. طيب تعال نشوف بقى مسألة برضو تانية على حكاية الـ average speed بقى والـ average velocity والحاجات دي برضو في الكيرفلينيا، ممكن يجيب لنا ازاي ويسألك على الـ average speed في الكيرفلينيا. هي مسألة 80. 80 دي بيقول لي ايه؟ عندي particle travels along the curve from A to B in 2 seconds و it take 4 seconds for it to go from B to C. يعني انا من A ل B ثانيتين، من B ل C اللي هي الخط ده 4 ثواني، من C ل D 3 ثواني، يعني كله على بعضه 9 ثواني من A ل D. هو عايز الـ average speed، وانا من عندي كمان بقول لك طب احسب لي الـ average velocity. بس خلينا نمسك الاول average speed وبعد كده نحسب الـ average velocity. average speed يبقى انا عايز اجيب total distance. هنا بقى خلاص احسب طول المسافه اللي انا مشيت على الكيرف. طبعا زي ما انت شايف وده واضح ده ربع دايره، فاجيب الطول اللي على المحيط بتاع ربع الدايره، ربع السيركمفرنس بتاع الدايره. طبعا محيط الدايره زي ما انت عارف او السيركمفرنس بتاع الدايره 2 باي r، ف 2 باي في 10 في ربع. الحته دي ستريت لاين 15 يبقى بلس 15، وهنا 2 باي في 5 في 1 اوفر 4 في ربع عشان اجيب الديستانس الباقيه دي. اجمع الثلاثه ديستانس مع بعض، ربع في 2 باي في 10 زائد 15 زائد ربع في 2 باي في 5
يطلع معايا 38.56. وبالتالي جبت الاس توتال اقسمها على التايم تي توتال، يبقى انا جبت الفي سبيد افريج 38.56 على 2 زائد 4 زائد 3 يطلع 4.28 متر بالثانية. طيب ده بالنسبة للفي سبيد. طيب بالنسبة بقى للأفريج فيلوستي، زي ما قلنا فاينل بوزيشن ماينس انيشال بوزيشن. حد شاطر كده يقول لي الفاينل بوزيشن ماينس الانيشال بوزيشن بكم؟ يعني يقول لي الديسبليسمنت من ال دي بكم؟ روت 15 بلس 30 سكوير، كل واحد منهم سكوير يعني. لا لا خليها الاول فيكتور كفيكتور الاول 30 في الاي و 15 في الجي. بالظبط 30 اي و 15 في الجي زي ما انت قلت. لو هنعتبرها كماجنتيود هيبقى روت 30 سكوير زائد 15 سكوير، بس هو كفيكتور الاول تبقى 30 اي بلس 15 جي. طبعا ماينس 0 لان الانيشال بوزيشن بتاعي 0 0 على التايم 9. بس بعد ما تجيبها عايز بقى تجيب الماجنيتيود بتاع الفي افريج. محدش بقى يفتكر، عشان في ناس بقى بتفتكر المعلومه دي معرفش ليه، ان الفي سبيد افريج هو ماجنيتيود الافريج فيلوستي. لا خالص، انت احسبها حتى ويحسب الماجنيتيود بعد كده مش هيطلع لك ان الماجنيتيود بتاع الفي افريج هو الافريج سبيد. دي حاجه ودي حاجه، تمام؟ فبالتالي اقدر اجيب بقى بعد كده الماجنيتيود واجيب الفي افريج. حد عنده سؤال في المساله دي؟ فاهمين يا باشمهندسين؟ اه تمام تمام نشوف مساله ثانيه. مسألة 86. مسألة دي بتقول لي إيه؟ When a rocket reach an altitude of 40 meter. يعني عندي روكت على ارتفاع 40 متر. طبعا زي ما انت شايف وأكيد شفت الكلام دوت، يعني معرفش الناس مهتمة بالحياة دي ولا لأ، بس أكيد شفته أكيد مرة في التلفزيون ولا حاجة، أو شفت بأي فيلم وثائقي ولا حاجة على حكاية الصواريخ اللي بتطلع طبعا متقع معها اقمار صناعيه او بتطلع في رحلات للمريخ. الصاروخ بيقعد فتره ماشي فيرتيكال موشن، بعد ارتفاع معين بيبدا الصاروخ يمشي في المسار بتاعه، بعد كده بيخترق طبعا الغلاف الجوي ويبتدي يتحرك لحد ما يوصل بقى، سواء هو هيبقى قمر صناعي فبيطلق القمر الصناعي ويبتدي القمر الصناعي يتحرك في المدار بتاعه، او هو بقى ممكن يكمل في اي رحله سواء رايح بقى للمريخ او رايح لاي حته، بتبتدي المركبه الفضائيه بعد كده تنفصل عنه وبتبتدي تكمل ما علينا. فالنهايه هو بيقول لي ان بعد ال 40 متر هيبدا يتحرك في البارابولا باص اللي هو واي ماينص 40 سكوير ايكوال 160 اكس، وير ذا كوردينيتس ار ميجرد ان متر اف ذا كومبوننت اوف ذا فيلوستي ان ذا فيرتيكال دايركشن از كونستانت والفي واي ب 180. يبقى الاي واي بكام؟ ها؟ زيرو. زيرو. يبقى الاي واي بزيرو. موضوع بسيط. حتى حطيت لك الشرطة تحت الكونستانت. فهو عايز الماجنيتيود اوف ذا روكت فيلوستي، يعني عايز الفي كلها وعايز الاي كلها عند اتيتيود 80. عند ارتفاع 80. فانا عايز يبقى بالمنطق انا عايز الفي اكس، احسب الفي اكس لان انا معايا الفي واي. فلو جبت الفي اكس خلاص، يعني لو جبت الفي اكس يبقى جبت الفي، وكمان عايز اجيب الاي اكس كمان لان انا معايا الاي واي بزيرو. فلو جبت الاي اكس يبقى انا جبت الاي كلها. هو عايز الفي والاي كماجنيتيود، يبقى هو في حاله الامر عايز الفي اكس والاي اكس، والماجنيتيود طبعا بيبقى سهل. قدام الطريقتين في الحل. الطريقه الاولانيه ان انا عندي زي ما قلت في واي، الفي واي المره دي بقى تقدر تعمل لها انتجريشن. هتقول لي ليه؟ عشان هو قال ان دي كونستانت معايا فانكشن،
انا ممكن اخد الفي واي دي اعمل لها انتجريشن اجيب الواي فانكشن اوف تي تبقى الواي ب 180 تي تمام. بس خلي بالك من حاجه ان انا الفي واي او ان انا هبدا اتحرك في البارابوليك باس من على ارتفاع 40 يعني بدايه الحركه بتاعتي على ارتفاع 40 فلما تيجي تعوض في الانيشال كونديشن عشان تحسب الواي يبقى تحسب ان الفي بدايتها من عند الواي ب 40 دي طريقه اولانيه. والطريقه الثانيه واحد يقول خلاص انا مش عايز اعمل انتجريشن يعني مش عايز ادخل نفسي في انتجريشن وبعد كده اجيب الاكس فانكشن اوف تي وبعد كده اقعد افاضل طب ما انا فاضل المعادله على طول وخلاص. وده يعتبر الاسهل من وجهه نظري يعني الطريقه دايما الاسهل ان انا الطريقه الاولانيه بحتاج ان انا اعمل انتجريشن وبعد الانتجريشن هعمل تفاضل مرتين فالاسهل ان انا اعمل تفاضل للايكويشن وخلاص مرتين وما احتاجش ان انا اعمل انتجريشن الخطوه اللي في الاول. فده اللي احنا هنعمله هنفاضل الايكويشن مرتين. اول مره طبعا قلنا الفي واي ب 180 زي ما قلنا بتفاضل الايكويشن الاول بالنسبه للواي وبعد كده بتضربها في الفي واي او اللي هي الواي دوت وتفاضل ده بالنسبه للاكس وبعد كده تضربه في الاكس دوت. فهنا تفاضل الواي ماينص 40 سكوير بتبقى 2 في ماينص في واي ماينص 40 واضربها في الفي واي وال160 اكس تفاضلها يبقى 160 في في اكس. بس نعوض لما الواي ب 80 هو عايز يحسب ان الفي اكس عند الواي ب 80 فلما الواي ب 80 الفي واي كانت ب 180 لان هي كونستانت طول المسافه يطلع معايا ان الفي اكس ب 90 يبقى معايا الفي عند اكس ب 80 بكام بسكوير روت 90 سكوير زائد 180 سكوير يطلع 201. نيجي للاي واي الاي واي بزيرو عايز اجيب الاي اكس افاضل التفاضل ده مره كمان فزي ما انت شايف ده حاصل ضرب دالتين تفاضل الواي ماينس 40 بكام بواحد يبقى اول حاجه يبقى 2 في 1 في الفي واي. خلي بالك انا التفاضل ده بفاضلها الاول بالنسبه للواي فيبقى بواحد وبعد كده اضربها في دي واي باي دي تي اللي هي في واي فيبقى كده 2 في واي سكوير تمام. وبعد كده اسيب ده زي ما هو وفضل الفي واي هتبقى اي واي يبقى زائد 2 واي ماينس 40 في اي واي. بس الموضوع بسيط جدا ده هيساوي 160 اي اكس او اكس دبل دوت معايا الاي واي بزيرو ومعايا الفي واي ب 180 اقدر اجيب اهو يبقى 2 في واي سكوير في زائد 2 في واي ماينس 40 في اي واي بتساوي 160 اي اكس. اعوض عن ال في واي ب 180 واعوض عن ال اي اكس واعوض عن ال اي واي بزيرو زي ما احنا قلنا اقدر اجيب ال اي واي اكس ب 405 يبقى ال اي كلها ب 405. حد عنده سؤال يا باشمهندسين؟ امين المساله دي؟ تمام كده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الكيرفلينير موشن. طبعا المره اللي جايه ان شاء الله هناخد الجزء بتاع البروجكتايل المره الجايه هتبقى بروجكتايل تمام. حد عنده اي سؤال في الكيرفلينير موشن؟ شكرا يا باشمهندس. طبعا كان في حد تمام